أنا صالح عمر صالح القصبي، عضو في الجمعية الليبية لسجناء الرأي، واحد المؤسسين، وسجين سابق في عهد الطاغية معبر القدافي من 30/4/1973 إلى 4/9/2002. في 73 كنا بقينا ثلاث أشهر في الشرطة العسكرية. السجن العسكري كان تعذيب وإهانات وعدم احترام وكل حاجة. ثم نقلنا إلى الشرطة المدنية بعد 3 أشهر، وكانت بدأت الزيارات وبدأ الوضع يتحسن في الشرطة المدنية. الشرطة المدنية قعدنا حتى إلى سنة 80 كان وضعنا كويس، لأن أسوأ واحد في الشرطة المدنية ما يقارنش بجندي من الشرطة العسكرية، وأخذوا منا كل حاجة، لا ورقة ولا قلم ولا تلفزيون ولا راديو ولا أي حاجة ولا جريدة، أخذوا منا كل شيء عند الشرطة المدنية. وبعدين بدت انقطعت الزيارة برضو نفس الشيء، إلى أن جاءت أحداث 84 الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. في 30 سبتمبر 1984 نقلنا إلى بوسليم، واستمرينا في بوسليم إلى 2002. سجن بوسليم أشد من هذا، بني في الثلاثينات، لكن فيه شبابيك واسعة، فيه ساحات، ما عدا الزنزانات الفردية ما فيهاش محامي، ما فيهاش حمام، والباقي أفضل بكثير. وبعدين بين الناس العمارات هذه نشوف فيهم، نسمع في الأم تنادي في ولدها وبنتها ومستنسين، يعني حتى ريح طبيخ نشموا فيه. بوسليم بالعكس، بوسليم مباني جاهزة كأنها علبة حديدية، في الصيف ساخنة جدا جدا، وفي البرد الشتاء باردة جدا جدا. من 30 سبتمبر 84 كنا في المبنى اللي فيه اللي صارت فيه المذبحة، وصار لما صار ما سمي بأصبح الصبح، أفرج عن البعض وترك البعض، احنا من المستثنين. حولونا لعنابر أخرى في مبنى بجنب المبنى اللي صار فيه المذبحة. لما صارت المذبحة في 96 كنا بجنبنا نسمع في الرصاص والسيارات لما يجوا اللي يبخوا مثلا في الواحد، واللي طرطوا اسمه الجرارات، الواحد لما يكون مسكر عليه ويسمع في حاجات هذه ما يتوقع أنه حتى هو محسوب من جايينا، يعني نفسيا صعبة جدا جدا يعني. وكانوا مكتمين ما عرفناش إلا بعد كم سنة باش عرفنا تفاصيلها داخل السجن. داخل السجن إيه، لما طلعنا لقينا ناس متغيرين، لقينا أبواب حديدية، الأبواب هذه كلها من سرقات صارت، ما كانش اللي كانت في ليبيا، كان خشب البيت عادي، لقينا أبواب حديدية وكذا حتى في البلكونات، فتغيرت الناس.